افتتح الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمدينة الغيضة 10 مشاريع مائية وخدمية بمجالات الطرق والأشغال العامة وكذا الكهرباء والطاقة والمياه والشباب والرياضة بقيمة أكثر من 28 مليون ألف دولار على نفقة السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومساهمة من الحكومة. كما وضع الرئيس العليمي حجر الأساس ل9 مشاريع مائية وخدمية بقطاع المياه والطرق والأشغال العامة بأكثر من 38 مليون دولار. وتشمل المشاريع التي افتتحها الرئيس توسيع وإعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة ومشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة ومداخل المديريات والأنفاق الأربعة بجبل فرتك. كما ضمت المشروعات إعادة تأهيل طريق صرفيت حوف وتأهيل الشبكة الداخلية للمياه بمديرية سيحوت. وفي قطاع الكهرباء تم افتتاح مشروع تحسين شبكة مياه الغيضة وضواحيها. كما ضمت قائمة المشاريع إنشاء الدفعات الحماية لمدينة الغيضة من السيول والحفاظ على الأراضي الزراعية. كما شملت القائمة افتتاح مشروعي إنشاء وتعشيب ملعب نادي الجزع وبيت الشباب بمحافظة المهرة، في حين شملت المشاريع التي وضع الرئيس العليمي حجر الأساس تأهيل طريق الغيضة سيحوت حضاتهم وسفلتة المداخل الرئيسية لعواصم المديريات، وكذلك الشق وسفلتة الخط الدائري لمدينة الغيضة ومدخل مدينة شحن وشبكة مياه فوري وضبوط ونشطون والمرحلة الأولى من شبكة مياه مدينة شحن وشبكة توزيع المياه في المناطق المسيلة وأبار مديرية حصوين، إضافة إلى توسيع سور مطار الغيضة الدولي. كما وضع الرئيس العليمي حجر الأساس لإنشاء المدرسة النموذجية للمتفوقين بمحافظة المهرة لرعاية وتخريج الطلاب النوابغ بهذه المحافظة.